خلال زيارتي الأخيرة لدولة الصين، تعلمت كيف استطاع الصينيون أن يستخدموا التكنولوجيا في نقل الحياة الملموسة المادية إلى حياة الديجيتال باستخدام الـ QR codes. لم يتعدى استخدام الـ QR codes على نقل المعلومات والدعايات والرسوم والأمور الأخرى، بل أنهم تعدوها إلى البيع والشراء والدفع عن طريق استخدام آب ألي باي وWe Chat. وسنرى في أحد التجارب في هذا الفيديو أيضا استخدام أحد المطاعم العربية لهذه الطريقة في التسويق لمنتجه في المطعم. اوكي هنا فتحت الاوفيشال اكونت. في عندك هنا ولد اخوي يعني اللي هو الكارت تبعي، بس بدي اشوف الكارت. انا عندي كارت مسجل فيه كارت الفي اي بي، الرقم تبعي موجود بالسيستم عندي هنا، الباركود تبعه هنا. وقديش شو اسمه، قديش طلبت من خلاله؟ انا ما طلبت شيء، بس طلبت من برا، بدي اشوف انا شو طلبت قبل هيك. باجي بضغط هنا بيطلع لي هذه الاشياء كلها انا طلبتها قبل كده. مثلا عندك بدي اشوف في كوبون، باجي بشوف في كوبون، بقول لي ما فيش كوبون الان. ممكن انا كصاحب مطعم ابعث لك للشخص انت كوبون مثلا 30 رمبي. اللوكيشن بياخذ اللوكيشن عشان يقول لك انت بعيده لقديش، 156 متر بعيد عن المطعم. بيت عندك هنا مثلا دينزو، هاي دينزو انا مش فاتحها، مش عاملها اكتيفيشن. لما يصير مسحوم هذا تعمل اكتيفيشن، هذه بتضغط هنا بقول لك كم شخص، بتدي كم شخص بدك وبتروح تتسوق. قبل بعشر دقائق من وصول قدامك في خمس اشخاص، صار في ثلاثة اثنين، عشر دقائق برن عندك الجوال بقول لك المطعم عنده فضي، ارجع على المكان. هيك بنعمل الطلبية صح؟ فتح المنيو الإلكتروني، هلقيت بيصير عندك مثلا بدك، بيجي الزبون بتفرج على الطلب، ما فيش عنده لا جرسون ولا شيء بياخذ الطلب. مثلا بده السلطة هاي، بضغط عليها بحط، بده تنتين بحط تنتين، بحطها بوين؟ اوكي صارت وين؟ بالباسكت. خلصنا من السلطة، بيجي مثلا بدي اخذ لي سلطة روسية، بحط على السلطة الروسية، بحط اوكي صارت في الباسكت. اخذ لي كمان بيتزا، اوكي هذه صار ثلاث اشياء اربع اشياء. باجي على الباسكت جريك سالات، وعندك سلطة روسية، وعندي بيتزا. هلقيت مجرد ما انا هنا بدفع، الدفع عن طريق الويتشات برضو، مجرد ما احط له ادفع بقول لي بدك تدفع، هان بدك تحط رقم الطاوله. الطاوله عندنا هنا بي 1، بحط هنا بي 1 بي 1 وبقول له اوكي ادفع. لما باجي هنا بدي ادفع عن طريق الويتشات او عن طريق الفي اي بي كارد اللي عندي، ممكن احط فيه فلوس، بقول له عن طريق الويتشات. لو بحط عن طريق الويتشات بحط البصمه بيدفع، الورقه بتطلع بالمطبخ. لما يطلع الاكل برن جرس المطبخ، في الورقة رقم الطاولة بي 1، بيجي الجرسون بياخذها من المطبخ بيجيبها على الطاولة. انتهى الموضوع. نحاول نجرب الآن نستخدم هذا المشين بطريقة الإسكان اللي هو جيفو باو أو آلي باي. أول شغلة نختار البرودكتس، أعتقد إنه هيك بيجيبوا لك كيف بدك تدفع عن طريق الجيفو باو هذا أو الهاي. بدخل على الآب وبس بعمل له سكان، راح يقول لي انه شو الشغله اللي انا شريتها. بعمل له تاكيد باي ناو، ادخل الباسورد، دخلت الباسورد، البرودكت صارت هون. صح وعافية. كما أن الدعايات لم تعد تستخدم إلا الـ QR code في الصين، فتجد دعايات أي منتج في أي مكان سواء في
محطات المترو أو في الشوارع العامة أو في المتنزهات أو في الأسواق العامة، كلها تحتوي على الكيو آر كود. ليس ذلك فحسب، فقد حاولنا أيضا استخدام بعض الدراجات الهوائية واستطعنا حجزها وأخذها باستخدام الكيو آر كود دون التواصل مع أي شخص، علما أننا واجهنا مشكلة في استخدام العملة الورقية، حيث أن معظم البائع المتجولون يحاولون استخدام الكيو آر كود ويحببون ذلك في استلام نقودهم عبر برنامج أليباي أو برنامج ويتشات. حتى أن شراء بعض الورود كان عن طريق الكيو آر كود دون أي مشكلة. ليس هذا فحسب، بل أن حجز الطبيب ودفع المبلغ له أو لتعابه كانت عن طريق الكيو آر كود، حتى أن الطبيب يستلم هذه المبالغ في حسابه مباشرة. في المستشفيات يمكن قطع تذكرة وحجز موعد عن طريق نفس الكيو آر كود. كما يمكنك تنزيل بعض التطبيقات مثل برنامج المترو عبر الكيو آر كود، وشحن سيارة تسلا التي تعطيك باسورد عبر الكيو آر كود. وهذه بعض الصور التي تبين ذلك البرنامج الذي استوحته أليباي لتسهيل على المواطنين في البيع والشراء. حتى أنه يمكن شراء أي تأمين عبر هذا البرنامج أو التبرع لأي مؤسسة خيرية أو جمعية خيرية عبر هذا البرنامج أيضا بالكيو آر كود. وهنا في تطبيق عملي في مطعم الماكدونالدز نستطيع أن نحجز الطعام بالكامل عن طريق شاشة عرض، ثم نستطيع الدفع عن طريق الباركود أو كيو آر كود، ثم يتم التحقق من ذلك المنتج برضو بمسح هذا الكيو آر كود وإعطاء المنتج النهائي. كما يمكنك الدفع للمغنيين المحليين في الشوارع العامة والساحات العامة عن طريق مسح الباركود الخاص بهم مباشرة ودفع أي مبلغ تريده. وهنا نريكم أيضا بعض الباركودات. نمشي شوية، هون في واحد، هون في واحد، وهون هون في واحد، هون في واحد. طريقة تقييم المطعم. طيب عن طريق هذا الكيو آر عشان تدخل على الواي فاي أحد المطاعم وتعمل سكان الباركود. هاي طلعت المسج اللي بعثناها. تبعت صورة بتقدر تبعت أي شيء. بعد مسج معها ننتظر. صورة راحت. كما يمكنك دفع التب أو البخشيش لأي جرسون عن طريق الكيو آر كود الخاص به مباشرة لحسابه. عشان تنزل البودكاست تبع البرنامج. في الكيو آر الأول تستطيع أن تنادي الجرسون، وفي الثاني تستطيع أن تدفع مباشرة دون الحاجة لأحد.
وهنا في معظم المطاعم يمكنك مسح هذا الباركود 5 مرات في اليوم. 下一个，好了，然后你可以调整一下。哦，对，嗯，哎，出来了吗？加油，加油，啊，快了，很快了。他只要照片上去了就好。好了，来，美女，来。哦，不错，不错。 محدثكم من قلب الصين مدينة ووهان محمد الشريف.